اسمه تعالى: أفضت السياسة الخاطئة في إدارة السجن إلى تفاقم العدد من المشاكل، خصوصا العقلية المسيطرة على المسؤولين. نعمل على تغطية على الأخطاء بدلا من معالجتها، ومنها ترد الخدمات العامة والرعاية الصحية، وفاق من ذلك سوء المعامل والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية. واليوم نحن مقبلون على موسم عاشوراء، والسجناء ما زادوا محرومين من ممارسة شعائرهم الدينية بشكل لائق. سنبدأ يوم الأحد القادم شهر 8/9/2020 إضرابا مفتوحا مع مجموعة من السجناء، احتجاجا على سلب حقنا في ممارسة الشعائر الدينية في سجون البحرين، داعين السلطات إلى القيام بواجبها ورعاية القوانين والمواثيق الدولية، ونطالب مساندة المعنيين بحقوق الإنسان في المحافل الدولية بعد أن فقدت المؤسسات المحلية مصداقيتها، حيث تقوم بالتغطية على التجاوزات والانتهاكات. ناجي فتيل، سجن جو المركزي.